سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده قالولي طيبه قلبنا بتعمل اكتر من كده نزلت دموعي من عينيا قلقت من الطيبه اللي فيا ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسيه الدنيا جارحه ومتعبه وناس كتير متعصبه شافت خلاص اجمل سنين من عمرها متسبسبه لفت دماغي وقلبي تاب يا ترى اللي جايك راح وقاف ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياه